متسابقين. انا دعلمتك قلت لك انا شرطت عليهم شرط وانا اشوفهم يحيكون لي. نبي صلح بينكم الحين. لا هم يحيكون لي حاجه وما بقى حتى، لاني انا عندي حاسه سادسه دائما الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى اني استشفها انا من الواحد اللي مقابل، فبعضهم صار عنده هيبه مني كذا وفكرتها انه تقدير هذا حاصل، لكن لا، اللي حاصل انهم يسوون لي خطه، لكن الله يجعل لي يعني خير ما يظنون ويغفر لي ما لا يعلمون. يا سلام. اللي عندهم يجيبونه وانا الصفحه المكشوفه واجاوبهم على اسئلتهم. هم قاموا يسوون حركات، بقولها كذا ما علي انا بصراحه، ان كان عندكم شيء فقولوا، احنا في المسجد هذا للخير وللاصلاح، واسال الله الكريم رب العرش العظيم قبل كل شيء ان الله يتقبل منا منكم صالح الاعمال، وان يرحم والدينا ووالديكم احياء واموات، وان يصلح لنا لكم النيه والذريه، وان يرزقكم بما تحبون، وان يالف بين قلوبكم، وان يسعدكم سعاده الدارين. هذه والله ينفعكم يا نفيع، الله ينفعكم. يقول خلي ام علي اعطاني مسبحه وقال وصلها لام علي وخلت تدعي لي. يا سلام. قالت حتى طلعت انا وما حد بشر من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقلت في واحد من المتسابقين اسمه النفيعي، قالت ايش يبغى؟ قالت وش اقول؟ قل يا نفيعي الله ينفعك. هذه دعوه طيبه داخل البرايم، خلت تدعي له يا ابو. والله دعت دعاء واجد وانا ادعي لك، اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعك وينفع من يسمع وينفعنا جميعا. امين. وينفعنا ما علمنا، علمنا ما ينفعنا، و ويزيدنا علما. وأنا يجاوز بكم هذه أنا أقول أنها منحة وليست محنة، لأنه ما قدر الله سبحانه وتعالى، كلامنا اليوم شامل وكامل، ما قدر الله سبحانه وتعالى لك فهو خير لك. والله لو اجتمعت الجن والإنس أن تضرك بشيء ما أرادها الله ما تضرك، ولو اجتمعت أن تسرك بشيء ما أرادها الله ما يسرونك. فإذا نوكل الأمر دائما لله. كنا نتكلم من الصباح عن المواضيع هذه، وعن وعلمتكم شيء لحضر قدام شيء عن موضوع تكلمنا عنه هنا، وجاني في خلال نص ساعة رد. والله ما جاتك نص ساعة، أقل من نص ساعة الرد الجميل، كلمة قلتها. أسأل الله يخلص لنا ولكم القول والعمل. أنتوا أعملوا اللي أمر الله به، ولا عليكم في خفايا الأمور. هو يعلم بحاجتك في الدين، في الصحة، في الزوجة، في الولد، في السيارة، في كذا، في قضاء حاجتك. رب عظيم كريم خزائنه ملأ. فالله يوفقنا وإياكم، وأجل أجل الحساب، و ما ادخل في نياتكم، ولكن كان في خطركم شيء فعلمونا، ما فيها شيء. كان في شيء والله، لا تكتب ورقه، ما في ما في ما في بزل الا منشور، يقولون عندنا في الجنوب، ما ادري عن النجد هو نفس الطريقه واصله، وعندكم نعمان يقولون ما بزل الا منشور، يعني ما في حاجه تخفى. الا تقول الكلام اللي تستحملوه بدل اجل. والحافي والله وعبده، حتى عبد الله بن زين هذا اللي يسوي نفسه انه ما يقدر. لا لا الريدي كلهم صليم معكم اسامحهم يا ابوي، ما اخترعوا لحد الان، بس يقولون لنا عندك غرض ورايح نقول لك اياه، ولا نقولها الا على الهواء. انتم كلهم نقول نقولهم انا ما ادري عن شيء الحين، اقول اولهم انت من ضمن اللي يحيك لي كلام الظاهر اتوقع. انا ما يهمش العادي، المهم اني انا ادري ان في حاجه تتحاك من وراء هذا، الله اعلم هو صح ولا لا. يقولون نبغى ابو علي، لكن ما نبغى الا على المكشوف. yes. والله عاد اقول الله يالف بين القلوب، ودعهم. لا هذا اللي خوفني اكثر، ودعهم ابو علي واختم ابو علي. لا. من عندك قولوا يا الله ان الله يرزقكم بما تحبون ويشرح صدوركم يجمعكم ولا يفرقكم ويرزقكم من خير الدنيا والاخره. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، واقعدوا في العافيه.